مشاهدي صوت الساحل التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في برنامج لقاءات وحوارات. ضيف حوارنا لليوم هو السيد محمد المستيري. سي محمد هو أستاذ متقاعد، درس الأشغال المكتبية، هو أيضا كاتب، رسام، فنان، نحات، عديد المواهب التي جمعها. واليوم محور حديثنا سيكون عن شعار الجمهورية. ما هو شعار الجمهورية ولماذا بالضبط شعار الجمهورية؟ سي محمد عسلامة ومرحبا بك. بارك الله فيك، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اليوم باش نتكلموا على شعار الجمهورية التونسية، شعار الجمهورية التونسية الثانية، أي شعار الجمهورية التونسية ما بعد الثورة. لكن الغريب في الأمر إلى يومنا هذا ما نقول جل الناس، لكن عدة أشخاص وقع استجوابهم لما أسأل ما هو شعار تونس يقولوا لي حرية نظام عدالة، فأجيبوا بكل لطف غلط، نظرا لأن تونس الجمهورية الثانية أصدرت شعارا جديدا ألا وهو حسب الدستور، نقرأ لكم دستور عام 2014 للجمهورية التونسية الثانية، شعار الجمهورية التونسية هو حرية كرامة عدالة نظام. وإلى يومنا هذا لازلنا نتعامل بالشعار القديم الذي يحمل الرموز التالية: حرية نظام عدالة. سؤالي بسيط وبسيط جدا، إلى متى سنبقى بدون شعار؟ لأن شعار الجمهورية التونسية في مرتبة العلم، القداسة متاعو والقيمة متاعو في مرتبة العلم. إذن سؤالي، لماذا إلى يومنا هذا نبقى بدون شعار جديد؟ الشعار الجديد المتكون من الحرية والكرامة والعدالة والنظام. سي محمد، كما نعرف الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور اللي نص على شعار الجمهورية الجديد، ولكن التونسي ما يعرف كان الشعار القديم اللي هو موجود في كل مكان حتى في قبة البرلمان، لازلنا إلى اليوم بالشعار القديم. حضرتك وحضرة جلابك كما عرفنا وسمعنا اللي أنت تقدمت بمقترح للشعار اللي يتضمن الشعار الجديد اللي يتضمن أربعة، ألا وهي الحرية والكرامة اللي يتضمن الحرية والكرامة والعدالة والنظام، اللي هو الشعار أصلا في تصنيفه أو في معناها إيجاده هو صعب شوية، ظهر لي باش جسدوه. المشكل مش هذا، هو أني شخصيا ما وقعش إعلامي بالمناظرة اللي قامت بها وزارة الثقافة على إثر طلب من طرف مجلس الشعب. قامت وزارة الثقافة أو وزارة الشؤون الثقافية حاليا بمناظرة لدى الفنانين والمبدعين والرسامين وكل ما يرى في روحه قدرة باش يرسم وينجز وينحت شعار تونس. الموضوع هذايا أو المشروع هذايا اكتشفته صدفة عن على إثر تصفحي جريدة الشروق، جريدة الشروق المؤرخة في 30 جوينيا 2016. فقلت في نفسي علاش ما نقومش بالعمل الآني، نظرا لأن عندي ماضي في الرسم والنحت وكل ما هو فهمتني بين ظفرين إبداع كل تواضع. فقدمت شعار وفيه كان الرمز اللي هو فهمتني كما قولوا العمود الفقري ألا وهو الكرامة. قدمت الشعار لوزارة الثقافة من خلال 3 أو 4 مكاتيب مضمونة الأصول، لكن إلى يومنا هذا لم يقع الرد. سؤالي، لماذا لم يقع الرد؟ نقوله نتحمل مسؤوليتي ونقوله، ولو ثم إمكانية باش فهمت ياخذوا الفكرة. وصلت باش تخيلت الكرامة في الكتاب.
الكتاب هو الحافظ والضامن الأول والأخير لكرامة البشر مهما كان البشر جاهلا أو متثقفا، امرأة أو رجل، فقير أو غني، كهل أو طفل، كل أصناف البشر تضمن لها حقها الكرامة، تضمن لها الكرامة. الكتاب هو الضامن الأول والأخير لكرامة الإنسان مهما كان الصنف نتاعه ومهما كان النوع نتاعه. ناخذ بار اكزامبل المرأة. المرأة أني بون عشت المخضرم، عشت ما بين الاستعمار وما بين الاستقلال وما بعد الاستقلال. كانت المرأة في الستينات وما قبل الستينات لا تعتبر وما عندها براتيكمون ما عندها حتى قيمة. المرأة كانت فهمت الدور متاعها ينحصر في الإنجاب والأشغال المنزلية وطاعة الذكر فقط. فجاء بورقيبة الله يرحمه، طاهر الحداد وعدة فهمتني شخصيات تونسية دافعت على المرأة وعطاتها فرصة باش تتعلم. فشوف المرأة التونسية كيف صبحت، بفضل ماذا؟ بفضل الكتاب. الكتاب الذي فهمتني حث عليه الخالق أن نقرأه. أول سورة أنزلت على الإنسان هي سورة العلق، اقرأ. ما قالوا صلي ولا برا صوم ولا برا حج، قالوا اقرأ. اقرأ لماذا؟ ليحفظ الكرامة متاعه وكرامة غيره. ندخل في شعار الجديد، ثم تصور آخر، تصور آخر للحرية وتصور آخر للنظام وتصور آخر ما نقولش للعدالة لكن إصلاح نوعا ما، بدون ما نكون نسمح لنفسي باش ننقد شعار تونس. شعار تونس هو ما نقولش كالقرآن لكن في مرتبة العلم، والإنسان لا يتجرأ ولا يستطيع أن ينقد شعار بلاده. منذ متى رسلت وزارة الثقافة وبعثت لهم الشعار متاعك؟ من عام 2016 و2017 بعثت لهم بصفة رسمية 3 رسائل مضمونة الوصول، لكن لم يقع إلى يومنا هذا الإجابة. سي محمد، عبر قناتنا شنو تحب تقول للناس اللي تشاهد فيك وللمسؤول اللي قد يعثر على هذا الفيديو ويشاهدك، اللي تحب توصل صوتك للناس اللي تتفرج وتشاهد فينا؟ والله كلامي هو بسيط وبسيط جدا. لنكن وطنيين ولنرفق بتونس اليتيمة، واللي ما عادش ثم الله غالب شكون يغير عليها بالقلب ويغير عليها فهمتي بالجوارح ويغير عليها بكل مصداقية. ما نقولش الناس كل، لكن فهمتني يا للأسف فهمتني بعض المسؤولين ولاو فهمتني في عالم اللامبالاه وفي ما وخصوصي الشعار هذا يهم 11 مليون تونسي. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالحوار مع السيد محمد مستيري، وان شاء الله تكونوا تعرفتوا على الشعار القديم والشعار الجديد. إلى أن يتجسم الشعار الجديد على أرض الواقع وإلى أن نجده موجود في شعار، أستودعكم الله وفي حفظه وأمانه، وإن شاء الله نتلقاه في لقاءات وحوارات أخرى تكونوا استمتعتوا بها ومدد لكم الفائدة والمتعة.